مثل ما احنا عارفين حرائق الطائرات ما هي حرائق عادية، لا سمح الله لو صار أي شيء يحتاج آليات مميزة، يحتاج رجال أطفاء مميزين، ويحتاج الدقة في العمل. احنا في منطقة المطارات عندنا مركزين، مركز الدولي ومركز العسكري، اللي يغطون المدرجين العاملين الآن في هذا المطار. فبالتالي استعدادنا في مراكز الإطفاء هني تعتمد على نوعين من الحرائق، حرائق المنشآت وحرائق الطائرات. حصلنا على طيارة خاصة مهداة من الديوان الأميري، وهذه كانت لنا فرصة كبيرة حتى أن نستطيع أن نتعلم عليها ويكون التدريب فيها بشكل واقعي يحاكي الواقع، وأعطت فرصة لنا حقيقة. مشكورين إخواننا في الديوان الأميري على تفضلهم في إعطائنا الطائرة، أن استطعنا أن نوصل المعلومات وطريقة الاستجابة في مثل هذه الحوادث لطائرة حقيقية. بالنسبة للآليات والمعدات الموجودة الآن أنها تغطي الطائرات الحديثة، الطائرات الحديثة اللي تنزل في مطار الكويت الدولي كالإيرباص 380، لأنها طائرة عملاقة فيها مسافرين قد يصلون إلى 500 شخص، أيضا البوينغ العملاقة الجديدة. فإحنا لنا القدرة لا سمح الله حصل أي حادث أو أي طارئ أن نقدر أن نتعامل مع هذا الحدث باحترافية وبسرعة وبإتقان سريع لدرء الخطر هذا. يا أخوان الحين خلنا نبلش الفحص، راح نتوزع على آلية السلم وآلية الإنقاذ وآلية المكافحة، ونتأكد من سلامة المعدات الموجودة عندنا وصلاحيتها العمل حق هذا اليوم. فراح نكون أول 4 على آلية السلم، و4 على آلية المكافحة، و4 على آلية الإنقاذ. توكل على الله يا جماعة. سيدي معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح راعي الحفل، سيدي مدير عام الإدارة العامة للإطفاء فريق يوسف عبد الله الأنصاري، إخواني وزملائي قيادي وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء، السادة الوكلاء والوكلاء المساعدين موقرين، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه ليسعدنا هذا الحضور الكريم في هذا الصباح لافتتاح إحدى مراكز الإطفاء المهمة والحيوية، وهو مركز إطفاء مطار الكويت الدولي بعد تجديده وتجهيزه بأفضل التقنيات والآليات التي جمعت ما يحتاجه رجال الإطفاء للقيام بواجباتهم المناطة بهم على أكمل وجه. وهذا ما جاء من فراغ، إنما جاء بأيدي وسواعد وطنية عملت جاهدة من أجل مواكبة الزمن والتطور الذي من شأنه أن يرفع من تصنيف مطار الكويت الدولي لدى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو، التي حضرت في العام الماضي وأشادت بجاهزية الإدارة العامة للإطفاء لدرء الكوارث. حفلنا الكريم يتقدم الآن سيدي نائب المدير العام لشؤون قطاع المكافحة اللواء جمال بدر البليهيس لإلقاء كلمته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي معالي وزير الدولة شؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله مبارك الصباح، سيدي مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق يوسف عبد الله الأنصاري، السادة وكلاء الوزراء، السادة الوكلاء المساعدون، السادة قادة الإطفاء، حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحتفل اليوم بافتتاح مركز إطفاء المطار الدولي بعد تحديثه وتطويره، والذي يشمل إضافة 11 آلية جديدة
تستهدف مواكبة معايير السلامة الدولية للطيران المدني وتحقيق سرعة الاستجابة للحوادث بإدخال أنواع جديدة من السلال المستخدمة في عمليات الإنقاذ والإخلاء في المطارات. حضورنا الكريم، إن ديوان الأميري أهدى الإدارة العامة لإطفاء طائرة إيرباص 300 خرجت أخيراً من الخدمة لاستخدامها في عمليات التدريب على حوادث وحرائق الطائرات، ويعكس ذلك حرص القيادة العليا بالاهتمام برجال الإطفاء ورفع مستوى أدائهم وتطوير العمل. نحن اليوم من هذا المنطلق نشكر الديوان الأميري على دعمهم اللامحدود لخدمة الهيئات والمؤسسات في الدولة، وكذلك نخص بالشكر الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية والخطوط الجوية الكويتية على تعاونهم في تسهيل كافة متطلبات الإدارة العامة للإطفاء وتسهيل مهامهم. والنجاحات التي نتطلع إليها تنبع من الالتزام بقيم التعاون والعمل الجماعي، وهنا يبرز دور الجهات الحكومية والخاصة في توفير البيئة الملائمة التي تشجع منتسب الإدارة العامة للإطفاء على التفوق والإبداع. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله مبارك الصباح على تشريفه لنا اليوم، والشكر موصول أيضا إلى كل من قدم الدعم لإنجاز هذا العمل الذي ساهم في تطوير ورفعة كفاءات رجال الإطفاء، فلهم كل الاحترام والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلنا الكريم إن مركز إطفاء المطار الدولي يعتبر من المراكز النموذجية، كونه واجهة الإدارة العامة للإطفاء أمام القادمين لدولة الكويت، فهو يعكس الوجه الحضاري ويجمع أفضل الآليات والمعدات التي تكون بإذن الله تعالى حصنا حصينا للمحافظة على الأرواح والممتلكات في مطار الكويت الدولي. حفلنا الكريم لمدير إطفاء منطقة المطارات العميد عمر المرشود كلمة في هذه المناسبة، فليتفضل لإلقائها مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، سيدي الفريق يوسف عبدالله الأنصاري مدير عام الإدارة العامة للإطفاء، السادة وكلاء الوزراء، السادة الوكلاء المساعدين، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جهود مبذولة وعطاء متواصل ووفاء مستمر هو ثمرة لقاؤنا وجمعنا هذا لبلدنا الكويت. أن التنسيق وتضافر الجهود بين قطاعات الدولة يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الإدارة العامة للإطفاء ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي التي تنطلق من رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، في تعزيز التماسك بين القطاعات الحكومية والخاصة. سيدي معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، نحن اليوم نحتفل في حفلنا هذا بتدشين آليات ومعدات خدمات إطفاء مطار الكويت الدولي لتستوعب ما تم التخطيط له والتحضير لتشغيل وتفعيل خدمة 4 مراكز إطفاء في المطار. ويسرنا أن نبلغ معاليكم والضيوف الكرام بأننا حرصنا نحن الإدارة العامة للإطفاء بكافة قطاعاتها، والتوجيه المستمر من سيدي المدير العام للإدارة العامة للإطفاء أن يكونوا رجال الإطفاء في أعلى مستويات التدريب والتأهيل وتحمل المسؤولية في خدمة وطننا الكويت. وفي الختام، أشكر حضوركم الكريم ودعمكم لنا وثقتكم بنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ترون حاليا توجه آليات الإطفاء للتدخل السريع
لبدء عملية المكافحة. وكما نلاحظ بداية استخدام عملية المكافحة لتبريد جسم الطائرة. حيث تقوم آليات الروزنباور نمساوية الصن بعملية المكافحة على جسم الطائرة بمادة الفوم، وهو إجراء دولي متبع في الناحيتين، مقدمة الطائرة وفي ناحية المؤخرة. كما نلاحظ سيارة الأوشكش للتبريد على الرايت وينج، وهو الجناح الأيمن للطائرة، مكان وقوع الحادث بالضبط، وهو الانجن فاير، حريق محرك الطائرة الأيمن. كما نلاحظ حاليا آلية سلم الهروب الاسكيب لادر في التوجه لتنفيذ عملية الإخلاء، وهو كما ورد في البلاغ المقدم عادة من برج المراقبة الجوي. كما نلاحظ الآن تم إرسال فرقة الإنقاذ لإتمام وتنفيذ عملية البحث والإنقاذ بحسب البلاغ من برج المراقبة الجوي، حيث يتم الآن إنزال الركاب والمسافرين إلى نقطة التجمع المحددة. لتجميع وإحصاء عدد المسافرين الموجودين بناء على تعليمات المسؤولين في برج المراقبة الأرضي والخطوط التابعة لها الطائرة، حيث كما ورد في البلاغ وجود عدد 3 مصابين مفقودين عند إتمام عملية الإحصاء. لذلك يتم إرسال فرق البحث والإنقاذ المختصة في هذه العملية لإتمام عملية البحث وتأمين الركاب المفقودين. نلاحظ يجري الآن انتظار عملية البحث من قبل فرقة الإنقاذ للبحث عن المصابين، في حين في الجانب الآخر تتم عملية المكافحة عن طريق الآلية رقم 364 مقابل المحرك المشتعل، وهي تقنية حديثة للمكافحة في بعض الحالات، وهو أحدث ما توصلت إليه إجراءات منظمة الطيران المدني العالمية.
والقيام بعملية التبريد على المحرك وجسم الطائرة والذي تم مسبقا كإجراء متبع. مع العلم أن هذه الآلية يتم استخدامها لعدة حالات مختلفة، منها تفريغ ضغط الطائرة في حالة الضغط العالي، كما يمكن استخدامها لثقب الجزء المختص في الطائرة لعملية المكافحة من الداخل عن طريق وجود شاشة عرض داخل كابينة الآلية. يتم استخدامها عن طريق قائد الآلية لمكافحة الحريق من الداخل والسيطرة ومنع انتشار هذا الحادث لتفادي الضرر الأكبر قدر الإمكان. حين تتم عملية المكافحة على المحرك الأيمن للطائرة، يتم حاليا إنزال المصابين من قبل فرقة البحث والإنقاذ. ونلاحظ حاليا انتهاء عملية مكافحة الانجن وبداية انتهاء هذا الحادث واكماله وتنفيذه بشكل احترافي على اكمل وجه، وتتم الان عملية الانسحاب والانتهاء من الحادث. حضورنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فليتفضل الآن سيدي معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وسيدي مدير عام الإدارة العمل الإطفاء لتوزيع الدروع. سعادة وكيل الديوان الأميري المساعد لشؤون قاعات التشريفات الأميرية السيد جمال محمود العبد الغفور. سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن المنافذ بالإنابة اللواء فيصل مبارك سنيد. رئيس الطيران المدني السيد فواز عبد العزيز الفرح. رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية السيدة رشا عبد العزيز الرومي. نائب مدير دائرة الهندسة السيد فيصل عبد الله الكريبال العازمي. نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع السيد فهد سليمان لقيان. مدير دائرة الهندسة السيد حمد غزاي العتيبي.
عقيد اطفاء متقاعد خالد سالم سالمين. والآن درع مقدم من الإدارة العامة للإطفاء إلى سيدي معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. حضورنا الكريم، وصلنا وإياكم إلى ختام حفلنا هذا، والشكر موصول إلى كل من عمل على إنجاح فعالياتنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان عندنا تدريب على طائرة مدنية كانت تقل الركاب، على ضابط التدريب أن يكون أو ضابط الموقع أن يكون ملم في نوعية الطائرة المرادة التعامل معها من ناحية المكافحة والإنقاذ. هاجس ضابط الموقع يكون هو كيفية حصر الخطر عن الركاب. في هذه الأثناء تم التبريد على جسم الطائرة لعزل الخطر عن الركاب، ومن ثم تم حصر الخطر في منطقة معينة ووضع جهة معينة لإخلاء الركاب. على هذا الضوء تم تقييم العمل بشكل ممتاز وتم تقييمه على المعايير المطلوبة. تم تدشين 11 آلية جديدة في مطار الكويت الدولي تخدم مراكز إطفاء المطار، وهذه الآليات خاصة بحوادث الطائرات، وهي تعتبر الأحدث في صناعة وتقنيات صناعة الآليات مكافحة الطائرات، وهي من وتغطي هذه الآليات المستوى العاشر اللي هو كاتن في منظمة الحماية المدنية الإيكاو. وتم عمل تمرين أثناء التدشين لهذه الآليات وعرضها لعرض قوتها في مكافحة الحرائق الطائرات. مشاهدينا الكرام، يمكن اليوم كانت حلقتنا جدا مهمة وشفنا أهم المعلومات اللي موجودة في مركز إطفاء المطار. أتوقع مكان جدا حيوي ويفترض منه الالتزام في شروط الأمن والسلامة، لأن أي خطأ بسيط ممكن يصير في المطار أو في الطيارة ممكن ينتج عنه حادث أو حريق. هذه كانت حلقتنا اليوم، إن شاء الله نكون معاكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج 1-1-2.